قال لي اشتغل معايا، عايز اللابتوب، هو اللي اشتغل معايا، اشتغل معايا لابتوب عالي. شو حرارتك؟ وضغطنا على بطن هنا هيك نتحكم بكل شيء عم بيصير بالبيت. اذا احنا اغير، ممكن اغير السورس، ان انا ادوس على السورس اختار اي سورس ثاني، يتغير معايا اف ام تيون. تمام، ده بالنسبه للسيستم الاتش اي والهوم اوتوميشن بالنسبه للبيت. طبعا احنا نسينا نقول ان احنا دي تاتش سكرين انا بتحكم بيها في البيت، برضو بوفر تاتش سكرين محموله للاونر بحيث ان هو برضو يقدر يتحكم في اللايتنج، يتحكم في اي حاجه بالنسبه للبيت. بقى الكود الموجود على التاتش سكرين دي بنقله على التاتش سكرين المحموله، وفي اشكال مختلفه وفي اسعار مختلفه وفي احجام مختلفه. هنتكلم بعد كده على نظام الدش المركزي. احنا يعني عندنا بنعمل الدش المركزي بتاع نظام سمارت، ان انا النهارده في فيلا او في بيت عايز اوفر الراحه لكل فرد في البيت، ان النهارده كل واحد في اوضته يشتغل بالريسيفر يشوف القناه اللي عايزها. فاحنا بنجمع، بدل ما نجيب طبق متحرك ونوزع شرط على البيت كله، فنجيب ثلاث او اربع اطباق او خمس اطباق، بحيث ان انا اجيب البند كله او الاوضه كله وانزله على سويتش. السويتش ده اسمه سمارت سويتش. سمارت سويتش ده بياخد كل نشاط الدش مع شرط الاريال مع شرط الاف ام، لو انا عايز اف ام عشان اشغل اي اجهزه عندي البيت، وانزله على السويتش ده بحيث ان السويتش يطلع لي كابل واحد على سوكت اشاره، سوكت شايل اف ام ار اف اي اف اللي هو الدش والراديو والاريال، بحيث ان انا بخلي الريسيفر في كل اوضه بيتحكم في المنتج ويتحكم في الحاجه اللي عندي. ده بالنسبه لنا هنا نظام ده نظام كاميرات. ده جهاز، دي كاميرا موجوده، وده جهاز اسمه دي بي ار. وهنا عندنا ثلاث كاميرات متركبه، ثلاث كاميرات متركبه، فبتقسم لي الشاشه، لان هو ده الجهاز دي بي ار اربع كاميرات، بيتقسم لاربعه او لثمانيه او 16 او 32 طبقا للكاميرات اللي عندنا. تمام، وبندي اجهزه اخرى سمارت للبيت، ان انا بنزل لو هو عنده نظام سكيورتي في البيت بنزل له الكاميرات دي مع كاميرات مع شبكه الاريال على نفس الشبكه. يعني يفتح اي قناه في التلفزيون هيلاقي الاربع كاميرات او ست كاميرات او ثمان كاميرات. وده جهاز سمارت جديد برضه عندنا، بدل ما كل كاميرا بتاخد وحده تغذيه، بيجيب جهاز تغذيه مجمع للاربع كاميرات او ست كاميرات او اي عدد من الكاميرات، بحيث احط له يو بي اس او احط له بطاريه، بحيث لما الكهرباء تقطع الكاميرا تشتغل معايا. هنا نظام فاصل اصله الماني برضه لتوزيع الاريال وشاط الاريال داخل. هنتكلم برضو عن الانتركام السمارت بتاعنا. اي انتركام موجود في السوق، اي انتركام موجود في السوق عندنا كانتركام فيديو مثلا، يعني مثال فيديو، لازم بيحتاج كشبكه كابل اريال وخمس ست كابلات تليفون علشان اوصل اشارته. النهارده الكلام ده خلاص اتلغى، احنا النظام السمارت بتاعنا بكابل واحد، كابل كهرباء واحد، كابل واحد ملي كهرباء. تمام، بقدر بحمل عليه الاوديو والفيديو بدون اي ديستورشن، ولو الفني ركب البولاريتي غلط هيشتغل النظام برضه للسمارت. هنتكلم برضه هنا عن المواتير الستاير. ده موتور الستاره، موتور بيشيل لغايه 100 كيلو سواء ستاره ستريت او راوند، اي حمل لغايه 100 كيلو. فدي برضه نيوزيلندي. تمام، تبع سمارت هوم. وقبل ما نمشي برضه هنا، في عندنا هنا بالنسبه للسويتشر والكاميرات اللي هي تريد نت، اللي هي عباره عن سويتشر توزيع الداتا جوه البيت او شبكه الداتا، فدي موجوده عندنا. وعندنا حاجه جديده برضه مش موجوده في السوق، ان انا ممكن اخد الانترنت عن طريق الواير الكهرباء. يعني انا النهارده بحط الراوتر بوصله في الكهرباء العاديه وادخل عليه الاي دي سي ال. تمام، واي مكان في البيت بدخل اليونت دي واوصلها بالكمبيوتر بي او اس بي، الكمبيوتر هيوصل عليه الانترنت اللي داخل مراسل. دي برضه حاجه جديده موجوده عندنا. هنتكلم تاني عن نظام تاني اسمه سنترالايت. ده نظام امريكاني بيقوم بنفس برضه عمليه الديمينج والاوتوميشن بالنسبه للبيت، ان انا دخلت البيت ريموت كنترول عامل زي السكيورتي بتاع السكيورتي، بدي اوردر ان افتح الانوار لغايه ما اخش. يعني بعد ما اخش بقفل الاضاءه اللي انا مش عايزها. تمام، وبخش جوه هتلاقي هنا بالنسبه للكي باد بتاعتنا مكتوب عليها الماستر بيدروم، الباس روم، الكيدز روم، الكيتشن وخلافه. كل اوضه بيتكتب عليها الاوضه الاسم بتاعها، زائد لو انا عندي نيات ثانيه كل واحد اكتب عليها. بالنسبه مثلا بدوس على البوتن بيفتح لي الاضاءه، فلنفرض مثلا عشان هنا الادي
كده جود نايت ماشي كده. كيتشن الكيتشن بينور معايا, الجريت روم الاوضه الكبيره, الجراج, البريكفاست وهكذا. انا في الليل وعايز انام بدي اوردر واحد ودوش واحد جود نايت, بقفل الاضاءه في البيت كله زي ما انا مبرمج. او عندي حفله في عندي بوتون اسمه انترتين بدوس عليه بينور لي الجزء اللي انا عايزه موجود عشان الحفله بتاعتي. ده برضو نظام تاني للاضاءه اسمه فيترونيكس انجليزي, طبعا اسمه فرو برضو. هنا بيتمثل لي اربع لينيات, كل لينيه موجوده في اوضه. عندي يونت دي اسمها بير 400 بتشيل اربع يونت, ممكن تركب في اي اوضه في اي ريسبشن في اي ليفنج روم, بحيث ان هي بتاخد الاوردر بتشيل 20 منظر اضاءه. يعني مثلا نبص المنظر ده هنلاقي الريسبشن تقريبا 100%, الماستر بيدروم 30%, هنا 10%, هنا 50%. فبسجل انا السينز دي تبقى الاونر عايز. ده رقم 2 بغير 3 4 بمنظر تاني, 5 كل واحد بمنظر. بص منظر 5 6 7 8 لغايه رقم 20. تمام, بوفر على الاونر ان هو بدل مع الموف كنترول والبوش والضغط على المفتاح تسهل موضوع التحكم في اللايت. هنتكلم او بالنسبه لو زاد الاحمال عندنا 20 او 30 او اكثر, بنجيب لوحه اسمها الفيروسين من برضه نفس الفيترونس الانجليزي بس الاحمال الاعلى. هنتكلم حاجه برضه هنا, حاجه موجوده عندنا في سمارت هوم اللي هو الباث روم تي في. دلوقتي احنا واقفين قدامه هنا, الباث روم تي في عباره عن مرايه, ده بيتحط في البانيو او الجاكوزي او في اي مكان او حمام سباحه مغلق عشان فيه بخار وفاكيوم بالنسبه ما يحصلش اي ديستورشن او اي كوروجن بيحصل للتاكل يحصل للشاشه. انا النهارده مرايه بشغلها تبقى تلفزيون عادي جدا واتعامل معاه لانه تلفزيون. بنقل اي اشاره او كاميرات او اي اشاره بنقلها لك. برضه نتكلم عن حاجه هنا موجوده عندنا اللي هي الميرور ديفوجر. الميرور ديفوجر دي بتتركب ورا المرايات الحمامات عشان لو اي بخار ما يتكثفش على المرايه. يعني لو احنا الوحده دي 30 في 50 والمرايه عندنا 50 في 70, فالحته دي ب 50 دي هي اللي مش هيحصل عليها تكثيف, لكن هيحصل عليه في المرايه بيدي شكل جمالي كويس وبتخلي المستوى من الحمام شايف نفسه في حدانه او يستعمل المرايه. احنا شركه كتب ذكيه, احنا شعارنا احلم سوف ننفذها. شكرا.